السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شركة الروضة لإنتاج وتصدير نباتات الزينة، زي ما انتم شايفين حضراتكم رجالة شركة الروضة، زي ما انتم شايفين حضراتكم العمالة إن شاء الله، زي ما انتم شايفين حضراتكم رجالة في التغليف والشغل والأمانة والجودة من شركة الروضة الزحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة الروضة رقم واحد في مصر وفي الشرق الأوسط، حاجة نظيفة، حاجة محترمة، حاجة تصدير فاخر من الآخر. يعني حضراتكم الأستاذ محمد ما بيعملش أي شغل، رقم واحد في مصر، واتفرجوا علينا واتفرجوا على شغلنا، واللي مش مصدق يجي يشوف ويتفرج على الطبيعة. احنا موجودين في أي وقت وفي أي مكان، تشرفونا في أي وقت. شركة الروضة والرجالة المحترمة، الثقة على الأمانة، المعلم محمد عطا كبير الرجالة. طبعا شركة الروضة رقم واحد في مصر، أستاذ محمد السيد، تصدير نباتات الزينة. لا مش هقدر أتكلم. تابعونا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى الانستجرام، تشوفوا طبعا الجديد من الشغل طبعا بتاعنا وفريق العمل. والسلام عليكم ورحمة الله.